السلام عليكم أعزائي الطلبة، هنتكلم على النهايات. لتكن الدالة f x و y دالة في متغيرين معرفة داخل منطقة دائرية مركزها a وال b، باستثناء أن تكون الدالة معرفة عند a وال b. يقال أن هذه الدالة لها نهاية إذا كان limit f x و y لما x وال y تؤول إلى a وال b يساوي l، l تمثل نهاية الدالة. أو بمفهوم آخر، مفهوم الإبسلون والدلتا، إذا كان لكل إبسلون أكبر من الصفر يوجد دلتا أكبر من الصفر، بحيث يكون أو بحيث أن الجذر التربيع x ناقص ال a كل تربيع زائد ال y ناقص ال b لكل تربيع أقل من دلتا وأكبر من الصفر، فإن مقياس f of x و y ناقص ال a أقل من إبسلون. بعض القواعد العامة للنهايات: لتكن كل من f x و y و g f x و y دوال في متغيرين، فإن نهاية مجموع دالتين يساوي مجموع النهايتين، نهاية حاصل الضرب يساوي حاصل ضرب النهايات، نهاية القسمة يساوي قسمة النهايات بحيث أن نهاية المقام لا تساوي الصفر، نهاية الجذر النوني للدالة f x و y يساوي الجذر النوني للنهاية بحيث أن الان ده فردي. في حالة الان زوجي فإن في شرط إضافي هو نهاية ما تحت الجذر أكبر من الصفر. لإيجاد نهاية الدالة f x و y عند النقطة a و b، هنعوض عن x وال y بال a وال b، فيكون ناتج التعويض أحد ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الناتج يساوي عدد معروف ومحدد، هذا العدد يسمى نهاية الدالة. نعود example، هنا نلاحظ بالتعويض المباشر هنلاقي النهاية موجودة. طيب الحالة الثانية إذا كان الناتج عدد غير معروف بلس ماينس إنفينيتي، فإنه نقول أن هذه الدالة ليس لها نهاية. نشوف هنا هنعوض بتعويض مباشر، يساوي ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ما لا نهاية، إذا النهاية غير موجودة. الحالة الثالثة إذا كان الناتج يساوي كمية غير محددة أو غير معينة مثل هذه الكميات، في هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم أن هذه الدالة لها نهاية أو ليس لها نهاية إلا بعد إجراء بعض الخطوات الإضافية. هنشوف مثال هنا، هنلاقي النهاية هنا صفر على صفر، صفر على صفر، صفر على صفر. في كل هذه الأمثلة الناتج كمية غير محددة. من هذه الإجراءات الإضافية التحليل، نأخذ مثال أوجد النهايات الآتية. هنا نهاية الدالة دي بتعود المباشر تطلع صفر على صفر، ولكن بالتحليل هذا الحد يختصر مع هذا الحد، إذا النهاية تطلع بصفر. مسألة تانية، لما نعود تعود مباشر تطلع صفر على صفر نختصر البسط، هنلاقي هنا يختصر ده مع ده بعد التحليل يطلع ده يساوي صفر، إذا النهاية موجودة يساوي صفر. ناخد مثال تاني، لما نعوض هنا يطلع صفر على صفر. طب ناخد الحد ده مع الحد ده وناخد 3x عامل مشترك، وهنا ناخد 2y عامل مشترك، إذا هنلاحظ ده يختصر مع ده ومع ده، إذا عاوزين نوجد النهاية للقوس ده 3x ناقص 2y يساوي صفر، إذا النهاية موجودة ويساوي صفر. الحالة التانية هي طريقة النهايات التكرارية، بمعنى نوجد النهاية بالنسبة لل y وكان نوجد النهاية بالنسبة لل x، أو نوجد النهاية نهاية الدالة بالنسبة لل x ثم نوجد النهاية بالنسبة لل y. إذا كانت قيمة النهايات قيم النهايات غير متساوية أو مختلفة، فإن النهاية تكون غير موجودة. مثال: اثبت أن النهاية غير موجودة. هذه الدالة نوجد نهاية الدالة بالنسبة للواي الأول، أي هنعوض عن الواي يساوي صفر يساوي نهاية الواحد يساوي واحد. طب الناحية التانية لو أوجدنا النهاية الأولى بالنسبة للإكس هنعوض بإكس يساوي صفر تطلع بالشكل ده، وبعد كده يطلع النهاية سواء ناقص واحد، النهايات مختلفة إذا النهاية غير موجودة. مثال: اثبت أن هذه النهاية غير موجودة. نفس الكلام، هنوجد نهاية بالنسبة للواي، نعوض عن واي بيساوي صفر تطلع بالآخر بكام؟ باتنين. وكان نوجد النهاية نبدأ بإكس الأول تطلع بالشكل ده، وكان نعوض عن واي يساوي صفر تطلع النهاية بتساوي ناقص نص، إذا النهاية غير موجودة. مثال ثالث: اثبت أن هذه النهاية غير موجودة.
نفس الكلام، هنوجد النهاية بالنسبة للواي الأول، نعوض تطلع بالشكل ده، وبعد كده تطلع النهاية بتلت. نبدأ النهاية بالنسبة لإكس، تطلع النهاية في الآخر 4 على 5 إذا النهاية غير موجودة لأنها قيم مختلفة. طريقة المسارات المختلفة لإثبات عدم وجود النهاية. لنفرض مسارين مختلفين يمران بالنقطة A وال B، يعطيان قيمتين مختلفتين للنهاية لهذه الدالة، فإن النهاية تكون غير موجودة. مثال: اثبت أن نهاية هذه الدالة غير موجودة باستخدام المسارات المختلفة. هنفرض المسار y يساوي m x، ده خط مستقيم يعتمد على ال m اللي هي الميل. نأخذ نهاية الدالة عند النقطة 0 0، نشوف، نعوض عن كل y بالقيمة بتاعتها m x، تطلع النهاية في الآخر يساوي 1 ناقص m تربيع على 1 زائد m تربيع، إذا النهاية تعتمد على قيمة ال m. لو خدنا m يساوي 1 النهاية تطلع بـ1، لو خدنا m يساوي 2 النهاية تطلع بـ -3 على 5، إذا النهايات مختلفة نسمى النهاية غير موجودة. مثال: اثبت أن هذه النهاية غير موجودة. ناخد المسار y يساوي x، خط مستقيم يساوي x، النهاية تطلع بـ0. لما ناخد y يساوي x تربيع، يعني معناها نعوض عن كل y بكام؟ بالx تربيع، النهاية تطلع بـ0، إذا النهاية غير موجودة. مثال: عاوزين نثبت إن النهاية دي غير موجودة باستخدام المسارات المختلفة. هناخد المعادلات البارامترية x يساوي y يساوي z يساوي، كل يعتمد على t وال t ينتمي لل r. لما نعوض تطلع النهاية بالشكل ده، a زائد b زائد 3c، كل تربيع على a تربيع زائد b تربيع زائد c تربيع، حسب قيم ال a وال b وال c النهاية هتكون، إذن النهاية غير موجودة.